وهي السنة رح يكون أول أهدافنا أنه نوصل للمئة ألف مشترك. نحن كثير متحمسين، لا تكون بدايتنا قوية. يوم التحدي رح يكون تحدي السرعة بيني وبين أنا. طيب وأنا وين رح أكون؟ أنت حكم قلنا باشر الفيديو، اشتركوا القناة، فعلوا زر الجرس، اكتبوا لنا تعليقات أفكاركم وآرائكم. نحن كثير متحمسين، جاهزين؟ جاهزين. شو هي؟ أي أوكي. والله قدامنا أول جولة أندومي مع كاستين مي، رح يكون معنا دقيقتين كاملات. اللي بيسمع التعدي ما رح يأكل زنجبيل. واحد اثنين ثلاثة. طبعا ما اسمح لكم تشربوا مي إمتى ما بدكم، بس ولكن بحذركم اللي بيشرب مي رح يخسر. يلا 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 يا جماعة، أنا برأيي إن تكونوا كلياتكم متحمسين. يلا 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 يلا. أوه يا زلمة متحمس، زكريا متحمس أكثر منه. لا ما في أحد سخن، هاي ما لها علاقة، ما بصير. شروط المسابقة بدك تاكلها، ما بدك تسخن ولا حد. يلا يلا يلا، تحمسوا كثير. يلا يلا. اوه يا زلمة عم يسمع زكريا، يا زلمة عم يسمع زكريا، يا زلمة عم يسمع زكريا، رح يهرب من الزنجبيل. طبعا يا زلمة ما بحب الزنجبيل ابدا. أوه وزكريا كمان. لا 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 لا. يلا يلا أول دقيقة خلصت، أول دقيقة خلصت. يلا 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 يلا، التحدي 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 قائم، التحدي قائم، التحدي قائم. كل أنت إيش بدك فيه؟ لا ما الله، أنت إيش بدك فيه؟ عم يأكل ما موغش. يلا توقف عضيع الوقت، أنت اللي بدك تخسر. ها يلا 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 يلا، بدك تخسر، بدك تاكل بدك تاكل هذا الزنجبيل، ما هو بكيفه. لك يلا كل، لا تطلع فيه، لا تطلع. 10 ثواني، 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. وقف. لا تبكي يا زوني. شوف شلون غش؟ ما غشيت، ما غشيت. هدي شوي، هدي شوي، ما غشيت، هدي شوي، ما غشيت. اسمع اسمع، عم غش. شلون غش؟ هدي شوي، اندمي شوي. ها انا الحكم، هلا انا الحكم، لازم انا احكي. لازم انا احكي. يا زلمة نفس الكميه انت وزكريا. لا قدامك كاس مي، وراح اعطيك جزء صغير من الزنجبيل، بس شرط راح تاكله. ابلع لك اياه. اعطيني اول شيء، بدك تعمل لكم مثل العلكه وتاكله. اوكي كفو عليك، كفو عليك، كفو عليك. والله كفو أكلة، والله كفو أكلة. الجولة الثانية، هلا وصلنا على الجولة الثانية. بس ناكل شيء. قدامكم كيسين بطاطا شيبس. بس ناكل شيء، أنا كنت كلها. تحدي معنا مدته 3 دقائق. لا إذا خلصت المدة 3 دقائق وما خلص الكيس، رح نقيس بين الطرفين كل واحد قديش اكل الكميه وعلى اساسه بيربح. واحد اثنين ثلاثه. رح اساعد انا يا زن. يلا 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 يلا. طبعا هذا الشيبس كثير صعب لانه ما بينمضغ على السريع، فخلينا نشوف مين رح يربح الثاني. يلا اثنيناتكم اثنيناتكم. يلا يلا. اوه يا زلمة عم ياكل تنتين تنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. اوه طبعا تم يا زلمة هيك قصده مثل ما كنتم شايفين. يلا أول دقيقة خلصت. الله ما دام صدق. يلا 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 يلا. لا 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 تحكي، كل 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 كل. يلا 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 يلا، بقيان دقيقة وحدة، دقيقة وحدة. يلا يلا دقيقة وحدة. يلا جيتك المي، يلا جيتك المي. يلا يلا يا زكريا، اذا استسلم استسلم يا زلمه بيربح. يلا 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 يلا. كل 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 كل. عم حاول يغششني اكل معه.
ثلاثة اثنين صفر. خلينا نشوف نقيس الكمية. مثل ما لكم شايفين زكريا ربح. يزن خسر. يزن لا تقول لي ها. طلع خش. يزن انت ما عاد تتبع سياسة انك تربح فيها. صار وقت العقاب. قطعة زنجبيل. بابا طلع طلع طلع. كان كان. لا لا. طب صلوا بس. انا بتحداكم انه يزن رح ياكله. ايه؟ على تحدي. فرجيه فرجيه. تعالوا يا جماعة. يلا. عليك عليك مثل عليك يلا. عليك علوك. علوك. يزن. يزن بتحدى ياكله. نص حتي. فارن. وانت كمان لك مالب. لا بس ثواني شوي هلا وين المقلب انت والله بتحكوا طلع انا عملت شالي انا عملت شالي يلي بعمله استنى لا لي استنى يلي انت بتعمله لا لك استنى استنى علي ثواني عشان اول شالي بابا استنى والله قدامنا ورق عنب جابت انت قدامنا مثل ما لكم شايفين طبقين ورق عنب ولكن يا جماعه طبقين ورق العنب راح يتاكلوا مع الليمون التحدي مدته دقيقتين ونص واحد اثنين ثلاثه يلا هاي 32 ثانية يلا يلا كل لا 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 تنتهي طلع زكريا عم ياكل يلا اشي دايما عم بحاول يغش يلا يلا يا جماعة بهدوء 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 يزن بهدوء لا تحط المخلوقات ما تبلع طيب انت ايش بدك في عم ياكل انت كل تمام يلا بهدوء 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 استسلمت استسلمت يزن يزن انسحب من البداية عرفت استسلامي في الجولة الرابح مين زكريا فالعقوبة شو ليزن تجاوزا من زكريا ما رح يعاقب أخوه بس يزن الجولة الثانية ما فيها رب اتفاق أوكي يلا الجولة الرابعة والأخيرة مين بده يختار؟ أنا أوكي بس خلونا نتفق إذا خسرت رح تأكل الزنجبيل؟ أوكي هي المدة رح تكون عبارة عن 3 دقايق جاهزين؟ حاج 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 واحد اثنين ثلاثة بهدوء 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 يا زلمة بهدوء ما في مشكلة لو خلي يشرب هو قبلك لا لا مو نص نص كاملة بابا يلا الكاسة الثانية زكريا خسر في أول كاسة يلا يا زان يلا 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 خالص وقف الوقت ربحت هلا رح تاكل الزنجبيل ما رح اكل هات الزنجبيل انت ما رح تاكل بدك تعمل بدك تمضغ مضغ ما ولا بلا ها والله يكفو عليك يا زكريا والله يكفو عليك وصلنا هون لنهاية الفيديو شكرا حبيتوا الفيديو ان شاء الله كنتوا استمتعتوا معنا سلام, سلام.